وبائي كما تلاحظون بان الحالات الحرجه نواصل رصد ارتفاع اعدادها في مختلف مناطق المملكه العربيه السعوديه، هنالك متابعه دائمه لهذه الاعداد، هنالك متابعه دائمه لقدره الاستيعابيه للتعامل معها، تقديم الخدمات العلاجيه اللازمه لها، التاكد دائما من ان كل من يحتاج الرعايه الصحيه بكافه مستوياتها بما فيها الحرجه يحصل عليها. نلاحظ ان هنالك ارتفاع من منتصف مايو تقريبا الى ان نقترب الان من منتصف يونيو هنالك ارتفاع ملحوظ نقترب الان من 2000 حاله لم نصل اليه لكن نقترب منه اضافه الى ذلك نلاحظ دائما بان هذا الازدياد في اعداد حالات الحرجه يكون خلفه اعداد ممن يحتاجون للرعايه الصحيه اعداد من المصابين هؤلاء المصابين لم يتم تزايد اعدادهم الا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في افراد المجتمع، وهذا دائما يربط بعده عوامل ولكن اهمها وابرزها هو عدم اخذ الاحتياطات اللازمه والحذر الكافي بتطبيق السلوكيات الصحيه والتمسك فيها بقوه ومن اهمها التباعد الاجتماعي. النسبه الاعلى من هذه الحالات الحرجه حوالي 90% من هذه الحالات هي مسجلة في الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ومن ضمن المحافظات أيضا في مكة المكرمة المهمة في تسجيل هذه الحالات محافظة جدة كما ذكرنا بأن معدل الانتشار يسهم بشكل كبير في زيادة عدد الحالات وبالتالي من يحتاجون للرعاية وبالتالي أن يكون نسبة منهم في العناية الحرجة معدل نمو العدوى R0 او ار أو R0 ونذكركم بانه سبق ان تم مشاركه معلومات وفيديوهات توعويه حول هذا الموضوع، باذن الله سيتم ايضا اعاده مشاركتها والتنويه لها للراغبين في معرفه المزيد عن مفهوم هذا المعدل خلال المنصات التوعويه التي تقدمها وزاره الصحه. نذكر بان المعدل كان ينخفض. نلاحظ هنا مثلا في مايو شهر مايو كان يواصل انخفاضه وهبوطه حتى نزل بحمد الله تحت مستوى واحد ولكن هنالك ارتداد لهذا المنحنى وارتفاع في الآونة الأخيرة وفي الأيام السابقة يدل على أن هنالك نشاط في عملية انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية طبعا أمامنا مسارين قد يرتفع هذا المعدل وترتفع العدوى ويرتفع الانتشار اذا واصل افراد المجتمع عدم تقيدهم وعدم حذرهم في مختلف المواقع بالذات في الاماكن التي يكون فيها عدد افراد اخرين من حولهم وبايدينا وبامكاننا ايضا بالتزامنا وان نكون مسؤولين بان نعود لحياتنا بحذر ونتمسك بالسلوكيات الصحيه وبالتالي يعود للانخفاض باذن الله ونَتجاوز معه الاهداف ونصل الى ما نرغب اليه باذن الله من امان صحي نؤكد على الجميع اهميه حمايه انفسنا وحمايه من حولنا بالتمسك بالسلوكيات الصحيه من الخدمات الجديده التي يتم اطلاقها تتعاون فيها الهيئه هيئه البيانات والذكاء الاصطناعي مع وزاره الصحة تباعد. هذا هذه الخدمة وهذا التطبيق الذي تم اطلاقه يتي... يتاح من خلاله للشخص ان يكون لديه فكرة ومعرفة سابقة اذا كان هنالك لديه مخاطر انه خالط حالة ايجابية. كيف يتم ذلك؟ لو كنا كلنا مشاركين في هذا التطبيق وهذه المشاركة اختيارية. فلو ان احد الافراد المشاركين اختار ان يشارك بياناته ومعلوماته للحمايه الصحيه سيتم في حال انه تبين ان بشكل مؤكد انه مصاب بالفيروس ارسال رساله للاخرين الذين كانوا على مقاربه منه بشكل يكون فيه خطوره للانتقال فياتيهم تحذير دون معرفه الشخص وبالتالي بامكانهم الذهاب للحصول على الرعايه الصحيه او الاطمئنان على صحتهم بشكل مبكر. من المهم جدا ان نؤكد ان هذه الخدمه هي خدمه تتم بشكل داعم جدا لطرق الوقايه والاكتشاف المبكر ودعم الصحه في المجتمع، اضافه الى ذلك انها عاليه الخصوصيه لبيانات الافراد وسريه معلوماتهم، هذه الخدمه بدات الان على الابل الاب ستور. وهي متوفره وقريبا باذن الله ستكون موجوده على جوجل بلاي من الاستفسارات والامور التي تم رصدها في المجتمع تساؤل هل المستشفيات واقسام الطوارئ مكتظه ولا تستطيع ان تقدم الخدمات وليست مستعده لتقديم الخدمات نؤكد للجميع بان كافه اقسام الطوارئ في المستشفيات اليوم في المملكه العربيه السعوديه في اعلى الجاهزيه ودائما تحرص بان تكون مستعده لتلقي اي حاله ليس فقط لرعايه من هم مصابين او مشتبه باصابتهم بكوفيد 19 او الاصابه بفيروس كورونا لكافه انواع الحوادث والاصابات او الحالات الطارئه والحرج الاخرى فتقديم الصحه لكل من يحتاجها لاي مرض مهم جدا ان يستمر ونطمئن انه متوفر. طبعا اضافه الى ذلك من المهم جدا ان يتم تقديم الخدمات لمن يرغبوا الاطمئنان على صحتهم ممن تكون عليهم اعراض تنفسيه ويريدون الاطمئنان انها ليست فيروس كورونا، ننصحهم جدا بالذهاب الى عيادات تطمن. فهي عيادات مخصصه تتم خدمتهم فيها بشكل اسرع، بشكل مخصص يختلف عن الطريقه التي تقدم في, في في اقسام الطوارئ في المستشفيات بانها خصصت لتقديم الرعايه لهم يتم فرزهم، الاطمئنان على صحتهم، تقديم الرعايه اللازمه لهم، اقامه او اجراء الفحص اذا لزم ذلك، اذا تبين بان الحاله بحمد الله ليست حاله اشتباه ولا فحص يتم ايضا اعطاء النصائح لاجراء التقييمات اللازمه، وبشكل عام من ليست لديه اعراض ظاهره ويرغب على الاطمئنان قبل الذهاب لعياده الطمن ننصحهم وننصحكم جميعا بالقيام بالتقييم الذاتي من خلال تطبيق موعد لانه سيعطي التوصيات اللازمه، نذكر انها هذه الخدمه على مدار الساعه طوال ايام الاسبوع متوفره في اكثر من 200 موقع في المملكه وبدون حجز موعد بالامكان فورا الذهاب لتلقي الخدمه في هذه المواقع. يتساءل البعض هل التبرع بالدم امن؟ كيف اتبرع بالدم؟ نؤكد بان التبرع بالدم مهم طوال ايام العام، هنالك دائما شخص يحتاج الى تلقي الدم. ولا يمكن توفير الدم بطريقه اخرى الا من مصنعه الطبيعي حاليا، فلذلك لابد ان يكون هناك متبرع للدم ومتلقي للدم. في ظل هذه الجائحه اقسام وبنوك الدم جميعها تضع كافه الاشتراطات والاحترازات اللازمه لضمان ان بيئتها تكون امنه لسلامه جميع من يرتادها، تطبق فيها اعلى المستويات لسلامه مرتاديها وامانها الصحي. ننصح الجميع من الراغبين بالتبرع ان يواصلوا اقبالهم على التبرع، فتبرع شخص واحد قد ينقذ حياه مجموعه من الاشخاص. في اقل باذن الله من 30 دقيقه في الغالب ستنتهي هذه العمليه. ولكن باذن الله ستعطي ايام وسنوات وعقود من الحياه باذن الله للاخرين هذه الخدمات بامكانكم من خلال تطبيق موعد ايضا الحصول على موعد في بنوك الدم للذهاب في شكل منظم ومرتب لاجراء العمليه بشكل سريع وباذن الله هذه القيمه النبيله الموجوده في مجتمعنا سنواصل القيام بها في خلال هذه الفتره نشارككم الآن البيانات الإحصائية في المملكة العربية السعودية الآن يصل إجمالي الحالات المؤكدة 127541 حالة مؤكدة. بحمد الله تعافى من هذه الحالات 84720 نسأل الله للجميع السلامة والصحة والعافية. بلغ إجمالي عدد حالات الوفيات حتى الآن 972 نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. في من بين هذه الحالات كلها يكون النشطة حاليا التي لا تزال تتلقى الرعاية الصحية والمتابعة الطبية 41.849 معظمهم بحمد الله أوضاعهم الصحية طيبة ومستقرة ومطمئنة إلا أن 1855 من بينهم هم حالات حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة المناسبة والمخصصة لرعايتهم الفحوصات مستمرة تتجاوز الفحوصات المليون و106 آلاف فحص حاليا ويستمر بإذن الله تقديمها لأنها تعتبر أيضا من الخطوات المساهمة في استكشاف الحالات وتقديم الرعاية اللازمة بذلك نصل وإياكم إلى نهاية ما وددنا استعراضه معكم من فقرات في هذا المؤتمر نتمنى لكم دوام الصحة والسلامة والعافية والآن مع تلقي الأسئلة تفضل أخي فهد